حمد ليس قصيدة، حمد عنوان عريض للزمن الذي غاب. ولكي لا نفسد الحكاية بالغثيان، ينبغي الاعتذار أولا للشاعر مظفر النواب. الاعتذار درجة من درجات الانتباه، نعتذر فقط دون أن نجرؤ على السؤال إلى أين وصل الآن حمد. لا أحد يسأل عن الغائبين، الناس يستبد بهم النسيان هذه الأيام. حمد صعد إلى القطار وهو لا يعرف أن المحطات معادية. حمد لم يصل، هناك فقط شائعات. حمد في أمريكا حصل على الجنسية بعد أن انتظر بلوغه سن الضياع. حمد يرقد في مستشفى الناصرية. حمد يعمل في تهريب النفط من ميناء البصرة. حمد يفتح مقهى صغيرا في معهد لتعليم الموسيقى ولكنه لا يعزف. حمد لم يتزوج أو ينجب، ربما لأن الضياع عقيم. الضياع لا ينجب سوى أوراق، بطاقات سفر، جوازات مزورة، جنسية بلد لا يعرف شيئا عن الليل والقطار. حمد ترك التدخين لفرط الحرص على الغياب، فهو لا يضمن إذا دخن خلسة أن هذا الدخان سوف لا يفضح مكانه. حمد الآن لا يستطيع الكلام لأنه وجد مريضا ذات مرة يحتاج إلى كلية فتبرع له بحنجرة. حمد مقرود، حمد لا يعرف الراحة. حمد يطوف على المقابر ليلا يتذكر أنه إذا مات من أين يأتي بالكفن، وإذا صادف أن صادق بزازا وانتهى من معضلة القماش، يبقى المشهد الأهم، مشهد النهاية، ميت بكامل قيافته البيضاء ولكن بلا ناعيات. يبقى المشهد الأهم، مشهد النهاية، ميت بكامل قيافته البيضاء ولكن بلا نعيات. حمد لا يموت، حمد يضيع فقط. حمد لا يكفيه أنه في أمريكا، حمد يريد بغداد. ولأنه يعرف الصحراء جيدا عبر الحدود بلا مشقة. كانت بغداد تصطلي بالحصار والناس يصلون. حمد لا يصل، ولكنه عندما رأى المارة في قطاع 42 يسيرون صفوفا صفوف، سار على طريقته المعتادة، وبعد وصول الجميع إلى المسجد صلى معهم. اعتقلوه قبل الشروع بالبسمل. حمد دخل السجن مرتين، الثانية في سوق الغزل عندما انفجرت سيارة. وجد نفسه في أبو غريب، وهناك سألته المجندة الأمريكية عن سر هذه الفرشات التي يحملها في جيبه. قال إنها فرشات. أجابته على الفور: نعم هي فرشات، ولكنك تستخدمها لتلميع أسنان العبوة. سألته عن التفخيخ برطانة تمتد على طول مساحة الليل، بينما حمد لا يعرف حتى كيف يفخخ السرير بامرأة. قال لها انه يعرف مظفر النواب. بصقت في وجهه، لم يتأثر. هذه ليست المرة الاولى، كثيرات قبلها بصقن عليه. النساء يعشقن الحضور، بينما حمد غائب. ولأجل الحقيقة أقول بصقن على غيابه. حمد لا يعرف، حمد لا يدري لماذا اختار قطار الليل. القطار في الليل أعمى، يفرشون له حصيرا من حديد. حمد لا يعرف،
حمد لا يدري لماذا اختار قطار الليل. القطار في الليل أعمى، يفرشون له حصيرا من حديد. إلى أين وصل الآن حمد؟ المجندة التي استجوبته في السجن هي الوحيدة التي تعرف، غير أن المحكمة التي مثلت أمامها هناك لم تسألها عن حمد. الناس يستبد بهم النسيان هذه الأيام، وحتى القضاة. حمد في المتاه، حمد ليس قصيدة، حمد سفر في عداء المحطات. اللهم اشهد إني بلغت، اللهم اشهد إني بلغت.